عندما يكون هناك تاريخ حافل يكون هناك خبرة، بل ويصاحب تلك الخبرة نجومية وقبول كبير عند الجميع. في الوسط الرياضي كثيرا ما كانت الأسماء المخضرمة تحظى بطلب وحضور مثير ولافت داخل وخارج ميادين الرياضة. بالأمس القريب وعلى خطى وسياسة النهج الإداري في الأندية والمنتخبات السعودية، تم الاستعانة بالكابتن ماجد عبد الله في مهمة إدارة المنتخب الأول لكرة القدم، وذلك بعد التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم. وقبل أيام أعلن اتحاد القدم تعيين الكابتن سامي الجابر عضوا في الاتحاد. هذين الحدثين هما في الواقع امتدادا لعمل إدارات الأندية وإدارات المنتخبات الوطنية. فقبل ماجد وسامي هناك أسماء من أبناء الوطن حضرت وخدمت بتفان خلف الكواليس وأمام الأضواء، لكن الملفت للنظر هنا مع سامي وماجد هو أنه لأول مرة تجتمع هذه الخبرات في المنظومة الرياضية، الأمر الذي يشير إلى أهمية المرحلة القادمة في مسيرة الرياضة السعودية. وبالتأكيد فإن ظهور هذه الأسماء في هذا التوقيت يعني إدراك القائمين على الشأن الرياضي قوة التأثير الذي ستحدثه كوادر ثقيلة بحجم ماجد وسامي. وفكرة الاستعانة بهما يمكن أن توصف بأنها ضربة معلم، وتسخير خبرة هؤلاء اللاعبين لخدمة الرياضة في المملكة مرة أخرى أمر مرحب به عند جميع أطياف المجتمع الرياضي.